مساء الخير. أنا أريد أن أتوجه هذه الليلة إلى الشعب التونسي برمته، يعني بشقيه، الشق الفرحان بما وقع هذه الليلة والشق الحزين. هو نفس الشعب، الفرحان والحزين هو نفس الشعب، هذا لا يجب أن ننساه. باش نقول لهم تونس الكل، اللي ثم نوعين من المجتمعات أو من الدول، المتقدمة والمتخلفة. المجتمعات والدول المتخلفة هي المجتمعات اللي فيها فض النزاعات السياسية بالغلبة، بالعنف، بالانقلاب، بالتعذيب، بالبوليس السياسي، بالمحاصرات يعني للمعارضين. الدول المتقدمة والمجتمعات المتقدمة هي اللي فض النزاعات السياسية اللي هي شيء طبيعي، يكون بالقانون، يكون بالدستور، يكون في إطار الانتخابات الحرة والنزيهة، يكون بالمحافظة على السلم المدني. هذا هو الفرق. الثورة المباركة اللي خانوها الكثير من الأطراف، اللي للأسف الشديد اليوم تدفع هذا الثمن، ثمن هذه الخيانة. الثورة المباركة هذه يعني أعطتنا بطاقة دخول نادي الشعوب المتقدمة والدول المتحضرة. أصبحنا دولة ديمقراطية، أصبحنا مجتمع متحضر، خلافاتنا السياسية على خطورتها كانت تعالج بوسائل سياسية، بوسائل سلمية. هذا ربما انتهى الليلة، ربما، أقول ربما لأني ما زال عندي أمل في أن هذا الشعب لن يقبل ما وقع هذه الليلة، لأنه ما وقع هذه الليلة هي قفزة جبارة إلى الوراء. يعني خرجنا من نادي الشعوب المتحضرة والدول المتقدمة، رجعنا إلى يعني الدول المتخلفة.